السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله كيف قلت لكم غتكون مهمه ان شاء الله. غادي نتعرفوا فيها على شنو هي الوجبه المناسبه اللي هي الباتي اللي تقدم الدياموند جولد، الزيبرا، الجاوا، الموانو. هاد الانواع هادي اغلبيه الناس كيحطوا لهم. التخليطه اللي قلت لكم مهمه هي الزوان مكركب والزوان الطويل، ومن موراهم الا بغيتي تهلا في طيور الزينه الطريقه كيفاش تخدم الباتي، حيت قالوا لي واش تياكلوا خويا الخضار ولا لا. الخضار ما كتقدم ما كتعطيهمش لهم كيفاش كان بالطريقه كي تعطيها الباب باغا اطروفه كبار. لذلك غادي اليوم غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدموا الباتي مناسبه لجميع انواع الفينشات الاخوان. الطريقه شنو هي الاخوان؟ اهم حاجه كديروا في هذا الباتي شنو هي؟ هي السميده نتاعت المزقور. شفتوها؟ كتجيب سميده المزقور والبيض، هاد الجوج هما الرئيسيين. يعني الا ما متوفرين لكش هادو، راه ممكن تجيب غير سميده المزقور وتجيب البيض. البيض على حسب انت العدد اللي عندك. الا عندك مثال بيضه وحده كدير قدها نتاع السميده. نفس الشكل مثال دابا انا عندي 6 البيضات، يعني درت هنا نص كيلو تاع السميده تيدار في 6 البيضات. هادشي الا عندك طيور في جماعات. عاد ملاحظه، الا ما متوفر لكش هادشي هذا كامله، يمكن لك تجري حاجه منه، يا اما خزو، يا اما الخيار، يا اما القرعه، على حسب اشنو اللي متوفر لك. ولا ما متوفر حتى وحده فيهم ممكن بلاش، ممكن تقدم لهم غير السميده نتاع المزقور مع البيض وكتخلطها مزيان وكتعطيها لهم. هاد الوجبه هادي راه بامكانك انك تقدمها لهم ناريه نهار لا، يعني هي راه ممكن يوميا، ولكن من الاحسن اذا كانوا الطيور في جماعات راه ما كيتشحموش، يعني ما كاينش المشكل، ممكن تقدمها لهم يوميا. ولكن اذا كانوا عندك طيور في القفصه راه تعود لهم ناريه نهار لا. طريقه المصايبه انتم شوفوا معايا، غادي نحك هذاك الشيء كامل وتيتحك مزيان. ودرت القياس نتاع نص كيلو، يعني نص كيلو نتاع السميده فيه 6 البيضات وفيه 3 نتاع خزو وفيه 3 نتاع القرعه وفيه وحده نتاع الخيار وفيه فلفله حاره جوج. هادو هاد الشيء كله غيتحك غيتخلط مع هذاك الشيء وبيتقدموا للزيبرا، الدياموند جولد، الجاوا. هاد الانواع كلها هما راه احسن باتي اللي تقدر تقدم لهم هي هادي الاخوان. تبعوا معايا كيفاش غنصايبها. هانتوما الاخوان، اول حاجه كنبداو بها كنشدو البيض بحال هكا بقشور. هانتوما كي تشوفوا كتحاول تفرد هاد القشور مزيان، كتبقى تورك تتردهم طروفه صغار بحال هاد الشكل هكا. هاد القشور هانتوما شفتو كي تردهم كتبقى تورك تتردهم حبيبات صغار. كتخلي البيضة بقشورة بكل شيء، انت كي تتشوف هاد القياس اللي درتها الاخوان على حسب انت شنو عندك. الا عندك جوج طيور ولا ثلاثة راه ما غديرش هاد القياس. درتي بيضة وحدة كدير قدها نتاع سميدة المزقور وكدير ايه طريف طريف من هذاك الشيء نتاع الخضرة على حسب العدد اللي عندك نتاع الطيور. هادو كتحاول تخلطو مزيان وتبجغ هادوك القشور، تبجغهم تيوليو طريفات صغار كاملهم يتخلطو مع البيض بحال هاد الشكل. من بعد ملي كنجي لهكا راه باقي باغي تخلط هاد البيض هذا مع هاد الشي، كتجيب حكاكة بحال هكا كتبدا تحك عليهم بالبلاصة الرقيقة، يعني كتحكو يكون طروفة صغار بالقشرة ديالو. كتغسلو مزيان بخل التفاح وكتعاود تغسلو مزيان بالماء. من بعد كتجي صافي هكا كتحكو ليهم شتي كي تيخرج. بالنسبة لنص كيلو نتاع السميدة وستة البيضات خيارة وحدة راه كافية. هانتوما شفتو كتعاود تخلطها مع البيض مزيان وكتورك على البيض على القشور باش الا باقا شي حاجه ما ترتقى تترتقى تردهم طريفات صغار. هانتوما شفتو البيض كيتخلط مع الخيار مزيان، كتعاود تاني تجي تاني تشد له خيزو كتحك بالبلاصه الرقيقه ماشي الغليظه.
عاد باقي حاجه مهمه كنجيرها في الاخر، تبعوا معايا غتعرفوا من بعد فاش كنساليو الحكام على هادشي كله اشنو كنجيرو لهم في الاخر، عاد كنقدموهم لطيور الزينه. بقاو معايا باش تعرفوا الاخوان الطريقه كيفاش غتخدموها، غادي معاكم بمرحله بمرحله. باش ما نطول عليكم، هادو خليهم تنعاود نكردهم، كنشدو هادشي كي قلت لكم هكا كتخلطوه مزيان، من بعد فاش كتخلطو بحال هاد الشكل هكا كنجيبو هداك السكين تاع السميدة كنديروه فوقو. وكتعجنو معاه. تحاول تعجنو مزيان بحال هاد الشكل هكا كتورك مزيان حتى تخلط كلشي. وفي نفس الوقت كتبقى كترتق. كتبقى كترتق هداك القشور تاع البيض. تيوليو كاملهم طروفا صغار. هادي احسن باتي الاخوان تقدروا تقدموها لطيور الزينة، وسهلة في المصايبة ديالها وتصايبها في المنزل ديالك. هي ملاحظة، هادي ما تخصهاش تقدام، يعني ماشي تحطها لهم وتبقى يومين ثلاث ايام عند الطيور، كتحطها لهم مع الصباح العشية كتجي تحيدها، واخا تشيط لهم هكاك علاش خصك تقدم لهم غير القياس ديالهم، لان الا شط شي حاجة العشية تيخصها تحيد. اخيرا من بعد فاش كنخلطوها مزيان كتجيب واحد شويه تاع زيت العود بحال هذا القياس، هذا كتخلطها بزيت العود بحال هذا الشكل. ملي كتكب عليها زيت العود كتحركها مزيان. وهي الاخوان احسن باتي موجوده للتخزين، تعطيها للطيور بالصحه والهنا، خصوصا الطيور الا كان عندك مقبلين على الانتاج ولا حاطين عندهم الوليدات، هذه احسن وجبه تعود تقدم لهم باش يوكلوا وليداتهم، واذا كانوا عندهم الوليدات راه ممكن لك يوميا تعطيها لهم. بالاضافه للزوان الطويل والزوان المكركب هذاك ديما تيكون عندهم. هذه الوجبه الا كانوا عندك الوليدات في العش راه يوميا عود تقدمها لهم. ها هي احسن وجبه جاهزه للتقديم الاخوان دابا، بتعطيها للطيور ديالك بالصحه والعافيه. هذه ديالك الموانو، ها هي نعطيوها للموانو، وهذه ديال الدياموند. وملاحظه الاخوان، الى شط شي حاجه العشيه تيخصك تجي تحيدها صافي، هذه كتحطها لهم ياكلوا منها غير دابا اللي شاط كيتحيد. هاي الدياموند غنخليها لهم هنا بعيدة على الوقفات،
باش ما يزرعوا لا لابوراز لا والو. وهذا الشيء اللي في الارض كنحيدو باش ما ياكلوش من الارض. وهذا غادي نعطيه لموانا والاخوان. يلا نتمنى حلقة اليوم تكون عجبتكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى. السلام عليكم ورحمة الله.